السلام عليكم. اولا كنبغي نوجه الشكر للمندوبيه العامه لاداره السجون لتهيئها لهذه الحفلات، تهيئها لهذه البرامج، وخصوصا البرنامج اليوم الوطني للنزيل. انا جد مسرور على حضوري في مسرح محمد الخامس وصعودي على الخشبه، فهذا كيمثل لي واحد الشيء اللي هو كبير في الحياه ديالي، وهذا الشيء هذا كامل كيساهم في تغيير العقليه ديال المسجون والافكار ديالو نحو المجتمع ونحو الاجرام وهذا الشيء هذا اللي تي كانت في هذا التجمع ديال حق تنبغي نشكرهم على التكوين المهني في شتى مجالاته، والملتقى الصيفي واللي الملتقى الصيفي والانشطه الاحداث. بغيت نقول لكم واحد، حيت كنضم الشعر، قدم واحد القصيده على الام ديالي، يعني ديال عزيزه. عزيزه هي والاب ديالي الله يخليهم لي. امي، اتظنين انني سانساك يوما من الايام وانا لا ابالي؟ بلى ان لم تخطري على بالي ثانيه واحده. أتاني ضيق التنفس ومرضت بالحمى ولا منحال، وتشوش بالي ولم أعرف ما الذي حدث لي. وحين خاطبني قلبي وقال لي سأخبرك عن أمك حين غيابك وتدهور الأحوال، هي التي لم تنم حتى تسأل عنك، هل نمت وأنت جائع أو مريض، وعن باقي الأحوال. هي التي تفكر لك أكثر من نفسها وهي لا تبالي، وهي التي تجوع وتطعمك وتزيح الغطاء عن نفسها وتدفئك، وإن وقفت على عينيها أعطتهما لك وتدعو أن يشفيك الله ذو الجلال. أماه، أماه، كيف لي أن أعوضك وأنا على هذا الحال؟ أماه، يدي لم تعد تسعفني كي أكمل قصيدتي، لأنني لست أكتب من الخيال، وحتى عيني يا أماه لم تعد تدمع، لأنني في موطن يعرف فيه ما معنى قيمة الرجال. فسامحيني يا أماه، فسامحيني لأنني أوصلتك إلى هذا الحال. شكراً.